إخواتنا وحبايبنا وأهلنا الأقباط مصر، نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، عيد الغطاس، وإحنا عارفين في العيد ده قصب وناس بتاكل قلقاس وحاجات كده لطيفة، والسوشيال ميديا النهاردة الناس بتعيد على بعض وحاجة لطيفة جدا يعني، بس نعرف إيه الأسباب وبيعملوا إيه. البلالايسة تقريبا، يا رب أكون بنطقها صح، هي عادة فرعونية اسمها كده، هي في عيد الغطاس بتحييها أسرة قبطية بالأسكندرية، وطبعا العادة الحقيقة أوشكت على الاندثار، وهي عادة فرعونية، هي يعني أسرة قبطية، ولكن احنا هتلاقي عادات كتير جدا يعني أقباط ومسلمين بناخد عادات كتير من يعني تاريخنا الفرعوني. هذه العادة بيعملوا إيه؟ بيجيبوا البرتقال وبيتم الحفر على البرتقال، يعني بيفضوا البرتقانة تماما وبعدين بيحفروا عليها وبيحطوا جواها زي شمعة أو حاجة كده. كمان بيستخدموا القصب لحفر الصلبان، وبعد كده بيعملوا إضاءة للشموع. فهي عادة فرعونية يعني جميلة، وبيحبوا يعملوها هذه العائلة وقت عيد الغطاس. خليني كده عبر تطبيق زوم أخد طبعا يعني الأستاذة إنجي سمير، واللي هعيد عليها الأول وهي موجودة داخل منزل قبطي مصري بيحتفي بالعيد. خليني الأول أقولها كل سنة وهي طيبة، كل سنة وكل أقباط مصر بخير دايما يا رب. مساء الخير يا إنجي. مساء النور، ازي حضرتك؟ يعني بجد عجبتني فكره. اولا البلالايسة، البلابيصه. البلابيصه، ايوه. ليه اسمها البلابيصه ده؟ حاجه ايوه، الاسم هي اصلا اسمها البلامبيصه، ايوه. وبعد كده مع الوقت بقت بلابيصه، الناس بتستسهل الاسم بقت البلابيصه. هو الاسم اصلا اسم فرعوني قديم، تمام. معناه الشموع المضيئه، كلمة أصلا كلمة لمبة يعني لمبات بالقبطي، اللغة القبطية. مع الوقت اتحورت بقت بي لمبة، بي لمبات، البلمبيصة، بقت وصلت لبقت البلابيصة. البلابيصة، أيوة، مع أيوة. مع تحور إحنا المصريين يعني بنسهل على أنا شايفة في الصور كده حاجة لطيفة، شايفاكم متجمعين، أنتوا موجودين في المنزل، وشايفة احكي لنا بقى حكاية أنا هعمل حكاية البرتقال دي، عجبتني يعني. هي حتى شكلها ديكور لطيف، بتفرغوا البرتقال. احكي لنا بقى يا إنجي. بصي، هي البرتقانة الأول بتبقى عادية، بنجيبها عادية، بس لازم تكون قشرتها تخينة شوية، وبعد كده بنقعد نفرغها ونرسم عليها الصلبان والأشكال أو حروف الأسامي أو الحروف بالقبطي. بترسموا بالألوان يعني؟ لا، بنفضيها بنفرغها، يعني البرتقانة بنفرغوها. بنفرغها بالظبط زي ما احنا عاملينها كده، وبنحط فيها شمعة بتبقى عاملة زي القنديل أو حاجة اسمها الشوريا، بتستخدم في الكنيسة. أيوه. أو الفانوس، يعني هم زمان أيوة كانوا كأنه فانوس باسم البرتقان يعني. بالظبط. أيوة شكلها لطيف جدا. فعلا، هو الولاد بيبقوا فرحانين بيها جدا، وهم بيعملوها وهم بيمسكوها كمان وهي منورة. طب قولي لي، هي بتتعمل بس في عيد الغطاس؟ عشان هي ذكرى لعيد الغطاس، لأن هم زمان كانوا في الصعيد زمان، طبعا ما كانش فيه أنوار زي التحضر بتاع دلوقتي. طبعا وكانوا بيطلعوا من الكنيسة ماسكين الشموع. فعادة المصريين كلهم ان هم بيستخدموا كل حاجة في حياتهم يربطوها بالأعياد. ففي أيوة الوقت صح. ده بيبقى فيه البرتقان، فحطوه عملوه فرغوه زي ما احنا بنعمله كده، وبقى ماشيين بيه زي الفانوس، وكانت عادة يمشوا بيه على النيل منورين بالشموع فيه اللي هي البلابيصة، وكانوا يقولوها ليها أغنية كده كانوا بيغنوها، يا بلابيصة نوري الليلة. طبعا أيوة. العادات دي بتندثر مع الوقت، لكن احنا بنحاول نحافظ عليها يعني. ايوه طبعا. وهل كل العائلات القبطيه عارفه العاده دي، ولا هي عاده انتوا بس اللي بتعملوها يعني؟ لا، في ناس كتير الحقيقه في ناس كتير بيعملوها. بتعملها. في ناس كتير بيعملوها، احنا بنتجمع مع بعضينا الاصحاب والجيران، بنقعد نعملها مع بعضينا، والولاد بيبقوا مبسوطين خالص وهما بيعملوها وبيشتغلوا معانا بايديهم. انا شايفاكي انت متجمعه، اولا شايفه شجره الكريسماس موجوده ومنوره، وشايفه اعتقد دي ماما، وانتوا كلكم قاعدين. هي جارتي وزي اختي طبعا، احنا بنتجمع مع الولاد كلنا ونقعد نعملوها. عايز اعمل لهم باي باي، ممكن يشاوروا لنا كده، يبقى احنا بنحييهم كلنا. كل سنه وانتم طيبين، يا رب عيد جميل عليكم يعني. ميرسي، ربنا يخليكي. كل سنه وانتم يعني شاب واحد بس اللي موجود يعني، كل دول بنات. ايوه معلش، هنديك حقك برضو في النص يعني. طب وريني البرتقانه بتاعتك، اسمك ايه؟ اسمه شوفاني. اديله المايك يا انجي. حاضر، اديله المايك. حاضر. شويه برضو نسمع الشباب. حاضر، اديله المايك يا انجي.
مساء الخير. شفت احنا مش يعني عشان احنا مش دايما مع المرأة برضو بندي فرصة للشباب لانك هنا أقلية. اتفضل. شفت كلهم اخوات بنات ما عنديش ولا ولد. ايوه مش متحيزة. انا شفت اديتك حقك اهو. طب اسمك ايه؟ انا اسمي جوفاني ولحقوا انجليزي. طيب تمام. قول لي بقى انت وريني بقى انت عاملها صح حلو؟ انت اشطر من البنات ولا يعني؟ ماما كانت مساعداني. ماما اللي مساعداك؟ الصراحة يعني. طيب بس يعني العدد اولا عندك كام سنة؟ انا عندي 18. العدد دي يعني انتوا حتى الشباب بتحبوا تعملوها مقبلين عليها؟ هو احنا متعودين عليها من زمان واحنا صغيرين في الكنيسة كانوا بيجيبونا قبل العيد بيوم بالظبط وبنعملها. تمام. فانت يعني فانتوا ايه يعني حريصين انك تعملوها طول الوقت؟ على طول. انا لسه لغايه امبارح كنا عاملين بعد القداس قعدنا ونكلنا قصب برضو وقعدوا يعملوا برتقال. ايوه طيب جميل قوي. عايزين برضو ناخد واحده من البنات بقى كمان اختاروا لنا بنوته من البنات الصغيرين كمان نبقى خدنا برضو العيله كده وعيدنا عليكم جميعا يعني. عموما انا عايزه اقول لكم انه احنا في احلى وقت دلوقتي كلنا نعمل البرتقال زي ما انتم وناكله فيتامين سي ونبقى يعني البرتقال حتى يعني الحقيقه احنا كلنا محتاجينه حاجه جميله. هل في بنوته ولا كله مكسوف ولا؟ انا معانا بنوته اسمها ايه؟ اسمي ايريني. ايزيس؟ ايريني. ايريني قولي لي بقى وريني بتاعتك كده عملتي حاجه حلوه النهارده؟ دي جميله ويعني كمان فيها مسافه في النص. انا عملتها وحفرت كمان حرف اسمي. حطيتي اسمك عليها؟ لا مش اسمي هو اول حرف بس حرف الاي عملته. عشان لما تنور نولع فيها شمعة لما تنوري يبان الاي فيها. بيبان بيبان حرف الاي. طب وبتعملوها بايه يعني بالالوان ولا ايه؟ لا احنا بنجيب البرتقانة عادي وبنقطع منها اللي هو الحتة الاولانية عشان تبقى زي غطا وكده يعني وبنفرغها طبعا. في ناس بيفرغوها بتطلع سليمة وفي ناس بيفرغوها بتطلع مش سليمة. ده يعني انتوا عايزين لكم شوية البرتقان بقى على بال ما نظبط الحاجات دي كلها يعني. ايوه يعني. طيب ايرين انا مبسوطة. انا برضو احب امسي على السيدة الجميلة الفاضلة اللي موجودة الجارة الحلوة دي عشان برضو نبقى خدنا كده يعني. انا بحب الحاله اللي هي الجاره والعيله والحاله اللطيفه اللي هي موجوده بس في مصر يعني. انتوا حاله مصريه رائعه. برضو اتعرف بحضرتك. اسمي سوزي جرجس. اهلا بيكي. قولي لي بقى انت كده محتضنه انجي والعيله الجميله دي كلهم شباب صغيرين يعني. طبعا. انا تقريبا بقالي 20 سنه لما اتجوزت هنا يعني بقينا نعمل العادة دي أصلا مع بعضينا يعني بنلم بعض كده كجيران وأصحاب وأخوات ونقعد مع بعض ونلم الأولاد طبعا ده شيء أساسي عشان دي فرحتهم ونبدأ نعمل البرتقانة بالشكل ده يعني. طب يعني أنا شايفة برتقان مفيش قصب. ده أنا بحب القصب قوي. لا في قصب. وبعدين عندي روز في الكنترول مستنية شوية قصب بيجي لها يعني هي سايبة العيد وبتشتغل معانا ايه. لا ده القصب في قصب في حد يعني راح كمان. يجيب قصب. لا الولاد دخلوا يجيبوا الولاد راحوا يجيبوا قصب. لا ده القصب اساسي برضو موجود اهو. طب وعلى فكره برضو بيتعمل منه شموع لان ده كان الاساسي اصلا في الصعيد كانوا اصلا الاساس كانوا بيطلعوا بيه ويلفوا بيه. طب انا عايزه اقول لك مدام سوزي صح؟ ايوه. مدام سوزي دلوقتي بقى القصب بيتقطع وبنشوفه في السوبر ماركت وفي حاجات كتير كوبايات كده جاهز يعني بس انتوا بتحسوا ان هو ده القصب الحقيقي؟ طبعا. لا بصي احنا ما كانش نجيب ما كناش نجيب القصب ونقشر احنا بنفسنا وناكل. أيوة. لا ما بنحسش بالقصب بصراحه. بالظبط. ويبقى هو ده المجهود. طب انا عايزه اقول لكم حاجه حلوه قوي. اتفضلي. حيوا مصر بقى لان مصر فازت. الله يلا بقى سقف لمصر. يلا كلنا نسقف. سقفوا بقى سقفوا لمصر. يلا كله يسقف لمصر مصر. يلا 1-0 مصر كده فازت وشكو حلو ودايما أهلنا وأعيادكم الجميلة بنستمتع بيها كلنا. والقصب ده النهاردة هناكله كلنا لأنه حاجة مسكرة وكلنا فرحانين. عيد وفرحة وفوز المنتخب المصري دي حاجة حلوة. أنا بشكركم جدا وكان نفسي أبقى موجودة كده قاعدة في وسطكم
واكل معاكم القصب وقشر والبرتقال، بس احنا حاولنا كده في التاسعه نعيد عليكم من قلبنا ونقول لكل البنات الحلوين دول كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل اقباط مصر بخير وطيبين يا رب. عايزين تقولوا حاجه؟ عايزين تقولوا حاجه؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، والف الف مبروك لمصر. الف مبروك. الشاب الجميل ده مش هيقول حاجه في الكوره؟ جوبيني. انا بشجع مصر من زمان. بشجع مصر من زمان. كل سنه وانتم طيبين. ميرسي ميرسي. كل سنه وانتم طيبين. تسلموا بجد، عيله جميله واحتفال جميل، وهي دي مصر. بشكركم جدا، بشكر انجي سمير اللي اتاحت لنا ان احنا ندخل البيت بتاعها ونحتفل،